السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحياتي للجميع. طبعا يا اخوان موضوع الاتصال على الكلاب احنا بنقدر ناخذ الاشي اللي بنقدر عليه واللي بنستوعبه على قد امكانياتنا. طبعا احنا بالصيف احيانا نطلع 5 6 7 طلعات على الافاعي مشاوير، احيانا بنصيد حيتين 3 4 باليوم، احيانا بنروح يعني نص طلعاتنا بتكون فاضية نص طلعاتنا بنصيد. هلا اللي ما بنصيد فيه يعني ما بننزل، شو بدنا ننزل خلص اللي بنصيد فيه بننزلكم اياه. المهم لكل حياة يا هاربي طالعة نازلة، الكلاب نفس الاشي، اتصالات البسس الكتب احنا بنقدر على قد الحال. هذا الكلب وقع من الطابق 8 في داخل بناية، طبعا البنايات عندنا اللي بتكون عظم مكشوفة الكلاب تلجأ إلها، فبصير حوادث، بتسقط كلاب، في كلاب بتتكسر، في كلاب بتموت، كثير شفنا حالات. هذا اتصلوا علي امبارح انا ما كنت موجود، وديت الاولاد راحوا جابوا الكلب. السلام عليكم ورحمه الله وتحياتي لكل اصدقاء حول العالم. اليوم اتصل علينا ابوي حكى لنا في كلب واقف اصلا صين، فعشان ابوي بعيد هاي بدنا نروح نساعده. طب استنى شوي. يعني ضل طالع؟ اه في تراك مرسيدس؟ ايوه. اه خلص هاي. يعني وقع عن الطابق السادس هو؟ في الفتحة. يلا طول يا محمد. حط عليك بتوشيد. ما دخلتش منيح. شد كمان. وباعتبار عن طاقة السابح اطلع واسحب يلا. مش حس جارك بطل فيش كرتون ايش نحطه فيها؟ لا 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 شوفوك نشوف لك كرتين لحظة شوف لك كرتين باعتبار هيش عن طابق سابع غلا. اه
طبعا اول شغله بدي اعطيه القلب، احنا عندنا طلبات على الكهرباء بتشتغل، بدي اعطيه هذا كرب ضال بعض لانه صغير، يعني صغير بس بعض شرس. طيب اكيد اول شغله بدنا نحكي نوع على اساس اي شيء من نوع البكتيريا الجراثيم الكراد البرغوت يروح عنه، بدنا نساعد الكلب هذا بس يكبر يا بنعطيه لحدا يا بنفلته. شايفين لانه كلب ضال وصغير بيعض. طبعا الكلب اللي جبناه قبل فتره يا اخوان اللي سالته عنه، ما انا قلت لكم في الطريق ما لحقناه، يعني الكلب للاسف مات الفيديو اللي قبل اللي طلناه من جوا جوره ما لحقناه، يعني وصلنا بدنا نعالجه كان متوفى اصلا، كان ضاربه فيروس بارفو، وفيروس بارفو يعني ما انتم عارفين صار. لا شطوا بدال الجميل الحياة. ايش اطلع انا عضل الكلب ضال، انا هلكيت ايش وقته، مع اني انا مطعم ضد الامراض ضد داء الكلب بس ما بدي العض. هاي الإبرة لازم تنعطى تحت الجلد. مية مية. تقتل أي إشي كراد برغوت بتقتله. طبعا السقطة تاعت الكلب قوية لكن مش مكسور في شيء الكلب، يعني صار عنده كسر لا بالعظم ولا بال، رح نجيب له كمان طعم ضد فيروس بارفو لأنه الكلب حتى لو كان ضال وهو فالت بتكون عنده مناعة، لكن إذا جبته ربطته بتكل مناعته بضربه الفيروس. طبعا في كمان حالتين انا ما بقدر، ما عندي وسع، يعني انا جديد اخذت وراي ارض وبدي اضبطها واوسع مش جديد يعني وبصعوبه. تعال الكلب ما عنده كسر. تعال طبعا الكلب عنده ردود، الكلب عنده ردود قويه جدا لكن ما في كسر، مطبش الكلب لكن بنرجعه شركه ان شاء الله. شايفين ايديه اجريه بس عنده ردود قويه، يعني بده اسبوعين زمان الكلب حيختلف وضعه ويتحسن. بس انا حطيت له عشان اتحكم فيه لانه بعض ونمشي. الكلب خايف اولها بس شوي شوي لما نطعميه بيتحسن. طبعا منيح اللي ما تكسر لانه الوقعه كانت من مسافة عالية حسب ما تنسى. إن شاء الله بعد أسبوع أسبوعين نشوف كيف وضعه.
هاي بيمشي شايف مربط الأرض لكن بيمشي. هاي المواد اللي بتشتغل على ضغط الكهرباء احنا بنستخدم منها ثلاث. كمان شوي ببلش انتشار البرغوث والكراب في كل مكان، يعني عند الغنم عند الحيوانات عند الكلاب في كل مناطق. فاحنا بنصير نستعمل بالطرمبات الثانية، هاي بنخليها للتعقيم الجراثيم. يعني عادي لو اجى منها شوي على الكلب من النوع اللي ما بضر. في انواع عندنا خطرة جدا، دواء بنرش المنطقة عشان البرغوث والكراب نقضي عليه، لأن البرغوث والكراب بنكل أمراض للكلاب.